بسم الله الرحمن الرحيم، معكم يوسف عربيات من سمارت تيم. قدامنا الكود، نفس الكود الفيديو الماضي. بدي أضيف شغلة صغيرة. هسا أنا عندي جوا بيرسون، هسا ممكن الشخص يكون متزوج أو ممكن يكون مش متزوج، تمام؟ فأنا هاي المعلومة بالنسبة إلي لا هي public ولا هي private، بدي أحطها protected. ماشي، protected. طيب شو البروتكتد؟ طيب خلينا بس نحطه هون، كاركتر مرد، تمام. شو يعني بروتكتد؟ هسا البابليك كنا نحكي انه عبارة عن اشي بتقدر تعمل له اكسس من وين ما كان، سواء من كلاس ثاني، سواء من اي فانكشن، سواء من المين، بتقدر تعمل له اكسس من وين ما بدك. البرايفت حكينا ممنوع الا اشي جوا من نفس الكلاس، من نفس البيرسون، تمام. هاي البرايفت. طب البروتكتد تقدرش تعملها اكسس الا من نفس الكلاس او من كلاس ثاني معمول بيناتهم انهيريتنس. عندي كلاس ثاني معمول بيناتهم انهيريتنس واشي بروتكتد، بقدر اعمل له اكسس، بس من المين ما بقدر اعمل له اكسس. من المين ما بقدر، بس من كلاس ثاني معمول بيناتهم انهيرتنس بقدر. طب هذا شو يعني؟ بتذكروا لما اجيت حكيت هون سي ان للاس اس ان او ضربت ايش؟ ضربت ايرور. ليش؟ لانها برايفت. بس لانها المرد بروتكتد وفي بيناتهم انهيرتنس ما بين الستودنت والبيرسون، معناته بقدر اعملها ايش؟ من كلاس ثاني اعملها اكسس. فانا هسه لو جربت احكي سي ان للمرد ما ضربت ايرور. ليش؟ لانها بروتكتد. طب يعني هيك ما في داعي اني اروح على فانكشن بيرسون ريد جوا بيرسون واعمل سي ان للمرت. لا، ليش؟ لانه من اي مكان باي فانكشن ثاني بيناتهم انهيرتنس بقدر اعمل اكسس. نفس الشيء هسه بالبرنت، بدل ما اروح على فانكشن برنت اللي موجود جوا بيرسون، لا، من هون باجي بحكي له سي اوت لايش؟ لمرت. تمام، هاي الفكرة. طيب هسا بما انه صرنا احنا اشي من ضمن الستودنت، تمام، هسا انا بدي اشوف شو تعديلاتي على الكونستراكتر. هون بالكونستراكتر كنا حاطين انه للسوشيال سيكوريتي نمبر اللي هو الاي دي 0 والناشوناليتي نل والفيرست واللاست والستودنت اي دي. طب المرد نفس الشيء، بنحط كاركتر وهون حرف ام. طبعا انا ليش حاطه كاركتر؟ لانه بدي جوابه يا يس يا نو، فحرف واحد، اما واي انه يس او نو، اما انه نو، تمام. وبدي اعطيه قيمه ايش؟ نل فاليو. طبعا لانه كاركتر بعطيه سنجل كوتيشن مش دبل كوتيشن زي هون، تمام. هسه هون جوا ايش؟ جوا الكونستراكتر. طب بنروح نعدل على ايش؟ على هون. باجي بحكي له كاركتر اللي هو ام. طيب هي كانت ام سمول، لا هون في شكلها كاركتر ام. طيب باجي بحكي له هون هاي من ضمن كونستراكتر بيرسون؟ لا. ليش؟ لانه انا عادي يعني شغال هون وبقدر من هون. هسه هون جوا اجي احكي له انه جوا مرد حط لي ايش؟ ام. عادي بقدر من هون اعملها اكسس وانا جوا ستودنت، فيش داعي اروح على الكونستراكتر تاع بيرسون، تمام. فلو جربنا نعمل رن لكودنا، كودنا 100% ايش؟ صح. فلو اجيت هسه حكيت له ايش؟ بس برنت من دون ريد، بدي اشوف شو الفاليوز اللي بعطيها الكونستراكتر. هاي اعطى السوشيال سيكيورتي نمبر، الناشوناليتي، الستودنت، الفيرست، اللاست، الجريد. طبعا هون شايفين هذا السبيس هو تاع المرد، بس لانه انا هون مش حاطط، هي جوا البرنت مش حاط اشي تعريفي زي هيك. فهسا لو اجيت حكيت له هون انه مرد او لا، فهي رن مرد هون نل، طبعا اند لاين، اوكي هاي اشياء اند لاين. فمرد ما اعطاني اشي لانه انا حاطه نل بالكونستراكتور.
تمام. فهاي فكرة البروتكتد، يعني انا هون عرفت اشي بروتكتد بقدر اعمل له اكسس من كلاس ثاني بيناتهم انهيرتنس. بقدر، هيو بنعمل هون اكسس، بنطبع وندخل قيم وعادي ما بتفرق. ليش؟ لانه بروتكتد، والبروتكتد تقدر تعمل له اكسس من ما بين كلاس وكلاس ثاني بيناتهم انهيرتنس عادي، بس من المين ما بقدر اعمل اكسس لاشي بروتكتد. البرايفت ما بقدر اعمل اكسس الا من نفس الكلاس، تمام. كلاس ثاني لا، لو حتى بيناتهم انهيرتنس. اما البابليك تقدر تعملها اكسس من وين ما كان، من المين، من اي فانكشن ثاني، ما بفرق لانه ايش، لانه بابليك. يعطيكم الف عافيه.